باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من تسابيح الميلاد من أشعار ماري إبرام السورياني من القرن الرابع الميلادي. الطفل الإله. حملت مريم الطفل الصامت الذي فيه تختفي كل الألسن. حمل يوسف من فيه تختفي الطبيعة وهي أقدم من الزمن. صار العالي طفلا وفيه يختفي كنز الحكمة الذي يغني الكل. مع أنه العالي جدا إلا أنه رضع اللبن من مريم، هذا الذي كل الخليقة ترضع من صلاحه. عندما كان يرضع اللبن من أمه كان يرضع الكل بالحياة. بينما كان يرتمي على صدر أمه كانت الخليقة كلها ترتمي في أحضانه. كرضيع كان صامتا لكن كانت الخليقة كلها تنفذ أوامره. في السنوات 33 التي قضاها بالجسد على الأرض كان يدبر كل الخليقة، فكان يتقبل كل تسابيح السمائيين والسفليين. هو بكليته في الأعماق وهو بكليته في الأعالي. هو بكامله مع كل الأشياء وهو بكامله مع كل منها على حدة. بينما الحمل بالابن يتم في الأحشاء كان يكون الأجناء في الرحم. مع إن جسده كان ضعيفا في الأحشاء إلا إن قوته لم تكن ضعيفة. بقوة منه استطاعت مريم أن تحمله في حضنها. هذا الذي يحمل كل الأشياء. أرضعته لبنا هو هيأه فيه، وطعاما هو صنعه. كإله أعطى مريم لبنا ثم عاد فرضعه منها كابن الإنسان. يداها كانت تعريانه إذ أخلى هو نفسه. ذراعاها احتضنتاه من حيث كونه قد صار صغيرا. قوته عظيمة، من يقدر أن يحدها؟ لكنه أخفى قياسها تحت الثوب. فقد كانت أمه تغزل له وتلبسه إذ أخلى نفسه من ثوب المجد. البحر سكن وهدأ عندما حمله، فكيف استطاع حضن يوسف أن يحمله؟ أحشاء الجحيم أدركته فانفجرت أبوابه، فكيف احتوته أحشاء مريم؟ الحجر الذي على القبر تدحرج بقوة، فكيف اشتملته ذراع مريم؟ لقد تنازلت لترفع الكل إلى الحياة. من يقدر أن يتكلم عن ابن الواحد السري الذي جاء لابسا الجسد من الرحم؟ جاء ورضع اللبن كطفل، وبين الأطفال ابن الله كان. رأوه كطفل صغير في الطريق بينما يسكن فيه الحب الجميع. كان الأطفال المرئيون يحيطون به في الطريق، وكان الملائكة غير المرئيين يحيطون به في خوف. كان بشوشا مع الصغار كطفل، مخوفا لدى الملائكة كآمر. كان مخوفا لدى يوحنا أن ينحني ليحل سيور حذائه. وكان الرب رقيقا مع الخطاه الذين قبلوا قدميه. الملائكة كملائكة رأوه، وكل إنسان حسب قياس معرفته أدركه، لكن هو والآب لهما القياس الكامل للمعرفة. فالآب وحده هو الذي يعرفه كما هو، لأن كل الخليقة علوية أو سفلية تنال قياسها في المعرفة. وإن أدركته كإله لكن لا تدركه كما هو. وأما رب الكل فهو الذي يهب كل شيء لنا. وهكذا أيضاً كان جسده ضعيفا على الصليب، بينما لم تكن قوته ضعيفة على الصليب إذ كان يحيي الموتى. انظر كيف يحرك الخليقة كلها بقدرته وهو على الصليب، لأن به اظلمت الشمس وتزلزلت الأرض وتفتحت القبور وخرج الأموات. انظر كيف وهو بكليته على الصليب كان بكليته في كل مكان. هكذا وهو بكليته في الأحشاء هو بكليته في كل مكان. وهو يصلب كان يفتح القبور، وهو في الأحشاء كان يكون الأجناء. تعالوا أيها الإخوة اسمعوا بخصوص ابن الواحد السري الذي ظهر في الجسد بينما قوته كانت مخفاة، لأن سلطان الابن مطلق. الرحم لا يحد والجسد لا يقف قدامه. أحضر له المجوس مرا ولبانا وذهبا،
بينما تختفي فيه كل كنوز الغنى، المر واللبان والذهب الذي خلقه وأوجده أحضره له المجوس، فمما له أحضر له. يسوع عنقود مبكر فيه كأس الخلاص، في يناير يختفي الزرع في الأرض ومن الحشا نبتت سنبلة الحياة، وفي إبريل ينبت الزرع في الهواء، وفي الأرض زرعت الحزمة نفسها. مبارك هذا الابن الفلاح، صار حنطة زرعت وحزمة حصدت. مبارك هذا الابن المهندس الذي صار حصنا وملجأ. مبارك هذا الابن الراعي، صار حمل غفران لنا. مبارك هذا الابن الغصن، صار لنا كأس خلاص. ومبارك هذا الابن العنقود أيضا، معطي دواء الحياة. هذا هو اليوم الذي أبهج الأنبياء والملوك والكهنة، فيه تحققت كلماتهم وكملت نبواتهم. لأن العذراء قد ولدت اليوم عمانوئيل في بيت لحم، ما نطق به أشعياء قديما صار اليوم حقيقة، إذ ولد من يحصى عدد الأمم. ما تغنى به داود في المزامير تحقق اليوم، ما تحدث به ميخا يوما ما تم اليوم فعلا. إنه يخرج من إفراث راعيا عصاة تسوس النفوس. لقد أتى إلينا النور السري وظهر جماله بالجسد، النور الذي تكلم في زكريا أضاء في بيت لحم. ما قيل في الخفاء تحقق اليوم في وضوح. من آدم الرجل الذي لم يكن له أن يلد خرجت أمنا حواء، فكم بالحري يلزمنا أن نصدق أن ابنة حواء تلد طفلا بغير رجل. الأرض البكر حملت آدم الأول الذي كان رأسا على كل الأرض، واليوم حملت العذراء البكر آدم الثاني الذي كان رأسا على كل السماوات. عصا هارون أفرخت والعود اليابس أثمر، لقد انكشف اليوم سر هذا، لأن رحم البتول يحمل طفلا. فليخجل ذلك الشعب الذي تطلع إلى كلمات الأنبياء كوقائع حدثت في أيامهم، لأنه لولا مجيء المخلص لبطلت أقوالهم. مبارك هو الحق الواحد الذي أتى من أبي الحق وحقق كلمات الناظرين الحقيقيين. من يستطيع أن يحسي للأبرار الذين تطلعوا إلى الإبن الذي لا تستطيع أفواهنا نحن المخلوقات الضعيفة أن تعبر عن عددهم؟ من له فصاحة لأن يسبح ابن الحق الذي أشرق لنا، هذا الذي اشتاق إليه الأبرار أن يروا في جيله؟ تطلع آدم إليه إذ هو رب الكاروبيم حارس الفردوس، وفي قدرته أن يوجد مدخلا وموضعا للإقامة بواسطة أغصان شجرة الحياة. اشتاق هابيل أن يراه لعله يأتي في أيامه فيرى حمل الله بدلا من الحمل الذي قدمه. وتطلعت إليه حواء لأن عريها كان مرا، وهو قادر أن يغطيها لا بأوراق الشجر بل بنفس المجد الذي فقدته. عظيم هو يومك يا رب، دعه يظهر الرحمة على معاصينا، لأنه إن كانت مغفرتك تتدفق علينا يا رب فكم بالأكثر في هذا اليوم. إن كل الأيام من كنز يومك اللامع هذا تأخذ بركة، كل الأعياد من مخزن هذا العيد تأخذ بهاءها وزينتها. أعطنا أن نميز يومك هذا عن كل الأيام، لأنه عظيم هو كنز بيتك الذي ليوم ميلادك ليكن فدية عن المذنبين. عظيم هو هذا اليوم عن كل الأيام، ففيه جاءت الرحمة للخطاة. مخزن الأدوية هو يومك العظيم، ازدهر دواء الحياة للجرحى. كنز النعمة المخلصة هو هذا اليوم الذي فيه أضاء النور لنا نحن العميان. نعم، لقد قدم لنا حزمة هي السيد المسيح، مشحونة بغذاء لجوعنا. هذا هو اليوم الذي اختفى فيه العنقود في كأس الخلاص. هذا هو اليوم، هو بكر الأعياد، إذ ولد أولا وفاق كل الأعياد. عظيم هو يومك يا رب،
ففي الشتاء حيث لا تكون ثمار في الكارما، ظهر ثمر المسيح فينا. في البرد تتعرى كل الأشجار، ظهر من أجلنا نبت أخضر من بيت يسّا. في شهر يناير حيث تختفي البذور في الأرض، خرج سنبلة الحياة من الرحم. بينما في شهر إبريل حيث تظهر الحبوب على وجه الأرض، اختفت الحزمة أي المسيح في القبر. لقد ابتلع المحصول في الجحيم، لكن دواء الحياة الذي اختفى في الجحيم كسر أبوابه. لنسهر مع الرعاة، من يستطيع أن ينام الليلة التي كان العالم كل فيها ساهرا؟ لقد جلب آدم النعاس على العالم بالخطية، لكن نزل الساهر المسيح لإيقاظنا من نوم الخطية العميق. يهوذا الإسخريوطي سهر الليل كله، إذ باع الدم البريء الذي اشترى العالم كله. ابن الظلام يهوذا لبس الظلم وخلع عنه النور. بالفضة باع اللص خالق الفضة. نعم، إن الفريسيين أبناء الظلمة سهروا الليل كله. الأشرار سهروا لعلهم يحجبون النور غير المحصور. أما أنتم فاسهروا هذه الليلة كأنوار في السماء، والتي بدت خافتة في لمعانها لكنها مشرقة بفضائلها. من يشبه ذلك الواحد الجلي الذي يسهر ويصلي في الخفاء؟ تحيطه هالة من النور الخفي وسط الظلمة الخارجية. أما الشرير فكابن للظلمة يسلك، إنه يقف في ضياء النهار، ومع إن النور يكسو من الخارج لكن الظلمة تكتنفه من الداخل. أيها الأحباء، ليتنا لا ننخدع بأننا ساهرون. من لا يسهر بالبر فسهره لا يحسب له، ومن لا يسهر بالفرح فسهره يعد نوما. من لا يسهر بطهارة فسهره يكون عدوا له. هذا هو سهر الحاسد، إنه كتلة جامدة كلها أذى. هذا هو سهر الغضوب، إنه يتعكر بالغضب وتصير يقظته كلها هياجا ولعن. هذا هو سهر الثرثار، فيه يصير فمه ممرا مهينا للإثم وعائقا له عن الصلوات. أما الساهر الحكيم فله أن يختار بين أمرين، إما ينام نوما هادئا معقولا، أو يسهر سهرا مقدسا. الميلاد والقيامة شاهدان للرب. لكيما تصبح قيامتك مصدقة وسط المخالفين، ختموا قبرك ووضعوا حراسا، ولكن من أجلك ختم القبر، ومن أجلك وضع الحراس يا ابن الحي الواحد. فلو إنهم دفنوك وتركوك دون أن يهتموا بأمرك، لصار لهم مجالا للكذب، يدعون في أن التلاميذ سرقوك يا محيي الكل. لكنهم إذ ختموا قبرك بدهاء، جعلوا مجدك أعظم. كان دانيال وأيضا لعازر رمزين لك، واحدا في الجب ختمه الأمميون، والآخر في القبر فتحه الناس. هو ذا علاماتهم وأختامهم صارت موبخة لهم عن عدم إيمانهم. فلو إنهم تركوا قبرك مفتوحا، لكان ممكن أن تنفتح أفواههم بالتجديد. لكن إذ أغلقوا قبرك وختموه، انغلقت أفواههم وتشتتوا. نعم، لقد أغلقوه، فعندما غطوا قبرك غطى المفترون عقولهم ورؤوسهم. لكن بقيامتك أقنعتهم من جهة ميلادك، فالرحم كان مختوما والقبر كان مغلقا، كان متشابهين، الطاهر في البطن والحي في القبر. البطن المختوم والقبر المختوم شاهدان لك. البطن والجحيم يعلنان ميلادك وقيامتك. كان القبر الذي استودعوك فيه مختوما حتى يبقى الميت في أمان، والبتول أيضا أحشاءها لم يعرفها رجل. فأحشاء البتول والقبر المختوم هما كبوقين يدويان صارخين في أذان الشعب الأصم. لقد افتروا ضد الحبل على إنه من زرع إنسان، وعلى القيامة إنها من سرقة إنسان. لكن الأختام والعلامات تدينهم وتؤكد لهم إنهما أي الحبل والقيامة سماويان. وقف الناس بين ميلادك وقيامتك، إذ افتروا على ميلادك يدينهم موتك،
وإن قاوموا قيامتك يرد عليهم ميلادك. إن ميلادك وقيامتك هما كمصارعين يسدان أفواه المفترين. إني أفتح فمي وأنت هو الذي تملأه، أنا هو أرضك وأنت مفلحها. ازرع في كلامك. مبارك ها هو هذا الطفل الذي جعل أمه قيثارة تعزف بكلماته، وكما أن القيثارة لا تعزف إلا بعازفها، هكذا فمي ينتظر عملك. فكما أن لسان مريم ينطق بما يبهجك، هكذا استعلمت أنا أيضا حبلا من نوع جديد سكناك في روحيا. ليت لساني يتعلم فيك أيها الابن أن يتغنم مسبحا إياك تسبيحة جديدة. مبارك هو هذا الطفل الذي أفرح بيت لحم. مبارك هو هذا الطفل الذي أعاد البشرية إلى الطفولة مرة أخرى. مبارك هو الثمرة الذي تنازل إلينا نحن المائتين جوعا. مبارك هو الصالح الواحد الذي أشبع أعوازنا وأمدنا باحتياجاتنا. مبارك هو هذا الذي برحمته تنازل ليفتقد ضعفنا. السبح لذلك الذي أبطل السبت بتكميله له. السبح لذلك الذي انتهر البرس فاختفى ورأته الحمى فولت هاربا. السبح للمتحنن الذي حمل أتعابنا. السبح لمجيئك الذي وهب حياة لبني البشر. المجد الذي جاء بابنه البكر. المجد للسكون العظيم الذي تكلم بكلمته. المجد للواحد العالي الذي تراءى لنا في يوم ميلاده. المجد للسماء الذي سر أن يأخذ جسدا حتى نلمس الفضيلة في جسده وتظهر الرحمة في جسد بشريته، في جسم بشريته بالجسد. المجد للواحد الذي لا يرى، الذي شهد له الابن. المجد للواحد العظيم الذي رسم أن يموت ابنه. المجد للواحد العظيم الذي تنازل ابنه وصار صغيرا. مبارك هو الذي بإرادته جاء إلى أحشاء مريم وولد وأتى إلى حضنها ونمى في القامة. مبارك هذا الذي بتجسده اشترى لطبيعتنا البشرية حياة. مبارك هذا الذي ختم نفوسنا وزينها وخطبه لنفسه عروسا. مبارك هذا الذي جعل جسدنا ناسوته خيمة بطبيعته غير المنظورة. مبارك هذا الذي فسر بلساننا أسراره لنسبح ذلك الصوت الذي تتغنى بمجده أعوازنا وتنشد بفضائله قيثاراتنا. من ألحان باكر عيد الميلاد السكسولوجية الأولى. حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، لأن ربنا يسوع المسيح ولد في بيت لحم. السلام لمدينة إلهنا، مدينة الأحياء، مسكن الصديقين، التي هي أورشليم. السلام لك يا بيت لحم، مدينة الأنبياء، الذين تنبأوا عن ميلاد عمانوئيل. اليوم أشرق لنا نحن أيضا النور الحقيقي من مريم العذراء العروس النقية. مريم ولدت مخلصنا محب البشر الصالح في بيت لحم اليهودية كأقوال الأنبياء. أشعياء النبي يصرخ بصوت التهليل قائلا إنها تلد عمانوئيل مخلصنا الصالح. فالسماوات تفرح والأرض تتهلل لأنها ولدت لنا عمانوئيل نحن المسيحيين. من أجل هذا نحن أغنياء بالخيرات الكاملة وبإيمان نرتل قائلين الليلويا 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 الليلويا. يسوع المسيح ابن الله ولد في بيت لحم، هذا الذي ينبغي له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد. ومن ألحان الزكسولوجية الثانية، الواحد من الثالوث المساوي للآب لما نظر إلى ذلنا وعبوديتنا المرة طقطق سماء السماوات وأتى إلى بطن العذراء وصار إنسانا مثلنا بدون الخطية وحدها. لما ولد في بيت لحم كأقوال الأنبياء أنقذنا وخلصنا لأننا نحن شعبه. لم يزل إلهنا أتى وصار ابن بشر، لكنه هو الإله الحقيقي أتى وخلصنا. ومن الزكسولوجية الثالثة،
تعالوا جميعا لنسجد لربنا يسوع المسيح الذي ولدته العذراء وبتوليتها مختومة. أتى المجوس وسجدوا له في بيت لحم الذي ولدته العذراء ربنا يسوع المسيح. جند السماء اجتمعوا معا مسبحين الله في بيت لحم الذي ولدته العذراء، صارخين قائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. وإذ مجوس قد أتوا من المشرق إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ بهاء نجمه أضاء في كورتنا، وعليه كتابات مكتومة، فأتينا لنسجد له. أشعياء النبي ذو الصوت النبوي تنبأ من أجل ميلاد المسيح. ولما جاء المجوس بحثوا عنه باجتهاد قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ لما سمع هيرودس خاف واضطرب، وجميع أورشليم معه، ووقع عليه خوف، ولذلك دعا المجوس سرا وأرسلهم إلى بيت لحم قائلا: ستجدون الصبي الذي ولد في هذا الموضع، بتولية غير منحلة وميلاد كامل. الرعاة نظروا وسبحوا الله: من أجل هذا نسبحه ونسجد له، من أجل الذي أرضوه، لكي يصنع رحمة مع نفوسنا. هللويا هللويا هللويا، يسوع المسيح ابن الله ولد في بيت لحم، هذا الذي ينبغي له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. والمجد لله في كنيسته وكلمته إلى الأبد. آمين.